نواصل في حل التمارين. التمرين الثامن اللي هو التمرين رقم 7 في السلسلة اللي قدمناها، قالك أ و ب قيسان لزاويتين كيفاش دايرين؟ متتامتان. شا معنى؟ معنى أن هذه أ و ب زاويتان متتامتان، لما نجمع الزاوية أ مع الزاوية ب تعطينا 90 درجة. قالك أكمل الجدول التالي. هنا كيفاش نكمل الجدول؟ قالك زاويتان متتامتان، إذن عندي الزاوية هذه اللي هي أ، نبحث عن الزاوية ب، شندير شنديرو اش لا زائد 10. كيفاش حتى لقيت 10؟ 90 ناقص 90. عندنا 90 زاوية متتامتة، المجموع تاعهم 90. 90 ناقص 80 شحال تعطينا؟ 10 درجات. الموالية تعطينا 36 درجة. 90 ناقص 54 تعطينا 19 درجة. الموالية متير 31. ممتاز. ممتاز تعطينا 30. تعطينا 45 درجة. ممتاز. دوك ننتقل إلى التمرين الثاني. شا قالنا؟ قالك أ و ب قيسان لزاويتين كيفاش دايرين؟ متكاملتان. معناه أن الزاوية أ زائد الزاوية ب شحال المجموع تاعهم؟ 180 درجة. قالك أنقل وأكمل الجدول التالي. شا ندير؟ أعطاني الزاوية أ، باغي نبحث عن الزاوية أ، شا نروح ندير؟ 180 ناقص 83 شحال تعطينا؟ 97 درجة. الموالية 180 ناقص 167 تعطينا 13. الموالية تعطينا 90 درجة. 180 الزاوية المستقيمة ناقص 120 تعطينا 60 درجة. مئة وخمسة وأربعون درجة. مئة وخمسة وثلاث خمسة عشر. ممتاز. إذن هذه طريقة ملء هذا الجدول. إذن هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو.